بتختاري لبسك ولا في ديزاينر؟ لا انا تقريبا بختار لبسي، مش ديزاينر واحد بس اللي بختار لبسي منه او الفساتين بتاعتي، حسب يعني ديفرنت ديزاينرز، حسب يعني ديبندز يعني حسب الاوكيجن، فبختار حسب انا اللي بيعجبني اللي بشوفه لايق عليا. طيب الالوان اللي بتفضليها ايه او بتحبيها دايما؟ الاسود طبعا، الاسود لون بحبه جدا، عندي التركواز بحب التركواز قوي، والاحمر. بتقولي ليه اللي بيشوفوكي بنات وعايزين يبقوا جمال زي والله يعني الواحد لازم دايما يهتم بنفسه، بشرتها، كريمات، ما تحاولش يعني الشمس تحط كريمات عشان ضد الشمس، تختار الميك اب اللي لايق على وشها، الالوان حسب يعني مثلا النوم لازم تنام كتير عشان يبقى وشها منور. وبس انا مرشحه لفيلم دلوقتي، بقرا الورق لسه، جايين الورق من اسبوع، فمفكر يعني مش مقرره لسه بقرا، وان شاء الله خير، ان شاء الله هيكون يعني هيبدا بشهر 2 ده لو اخترت، ان انا يعني مش عايزه افصح عنه دلوقتي عشان لسه بصراحه ما قريتش الورق، لسه راجع من كندا، فان شاء الله.